برضه 85 جنيه كده 55 جنيه 55 جنيه 55 جنيه ده 65 جنيه كده 85 جنيه 60 جنيه برضه 85 65 جنيه 65 65 جنيه 65 جنيه 85 جنيه كده 65 جنيه 85 جنيه 60 جنيه 85 يا حبايبي 65 جنيه يبقى 65 جنيه يبقى 110 جمال ده 65 جنيه ده 65 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند مكتب التيسير وبدا الاسعار معانا من اول 55 جنيه الكوتش المستورد. المكتب موجود فيه مستورد فيتنامي وصيني، معانا حقن، معانا مصري، معانا كمان استرزات، معانا كمان شغل الاستوكات، كل حاجه موجوده في المكتب حتى المقاسات الخاصه. كل ده هنشوفه معانا بالاسعار. المقاسات الخامات الاسعار دي هنقولها قطاعي، والجمله والكميات هيكون ليها اسعار خاصه. العنوان كمان متصور في اخر الفيديو. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا اضغطوا لايك وشير لكل حبايبكم واصحابكم، خليهم يستفادوا من العروض والخصومات الموجوده في المكتب، ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا عبد الرحمن؟ الاسعار بدأ من كام؟ الاسعار ان شاء الله بدأ من 55 جنيه لحد 250 جنيه، اللي هي البراندات ودول الاستوكات وحاجات زي كده. تمام، الاسعار بدأ هنا من 55 جنيه. شغل المكتب كله ايه؟ فيتنامي وصيني؟ ان شاء الله فيتنامي وصيني وشغل مصري، كل حاجه حلوة. كل حاجه موجوده. اقل سعر ان شاء الله. ان شاء الله هنبدأ بايه معانا؟ ان شاء الله بمعنى نبدأ بالحريمي النهارده. ان شاء الله. تعالى ورينا كام كوتشي كده نشوفهم معانا باسعارهم. كل ده حريمي اهو. ايه الشياكه دي؟ وريني يا عبد الرحمن. عامل كام ده يا عبد الرحمن؟ 165 جنيه. ايه الشياكه دي؟ حلوه قوي. كشمير 165 بالوانه. تمام، في ايه معانا تاني؟ وفي حاجه زي كده ب 145 جنيه. حاجه زي كده؟ 145، الحاجات اللي هي بتاعت زي كده. حاجه زي كده 145 جنيه، ده اللي هو الفاشون. ده اللي هو حلو قوي قوي. فاشون. الحاجات اللي هي العاليه بقى دي. حلو قوي 145 جنيه. 145 جنيه. تمام، تسلم ايدك. ايه الشياكه دي؟ دي حاجات برضه، ده برضه كل ده 145. ده حريمي كل ده؟ ده كل ده حريمي. 145؟ ده بيبقى حاجات مدارس، حاجات زي كده. حاجات زي كده تنفع مدارس وجامعات. 145 برضه؟ 145 جنيه. 145 جنيه، تمام. ده 145 جنيه، 145 جنيه شايف؟ 145 ده يعتبر، ده 145 برضه. 145 جنيه بقى لونات، وفي منه اسود وفي منه كحل. بص الاسود بتاعه 145، اي كوتش من دول. الكحل بتاعه برضه. اه، وفي برضه حاجات اللي هي العاليه والحاجات اللي هي 100 والحاجات اللي زي كده. عامله كام دي برضه؟ 145 جنيه، وفي منها الوانات، في منها 145 والوانها متاحه. اه، ابيض في روز واسود وابيض في اورنج. كل الوانها اللي فوق دي 145، كل اللي انت شايفينه ده. تمام. ده كله ان شاء الله 145 لحد هنا. لحد هنا؟ ده كله ان شاء الله. بصوا حاجه زي كده 145 شياكه قوي قوي. حاجه زي كده برضه 145 حلوه جدا. انا بوريكم اللي ايدي بتيجي عليه. حاجات كلها شغل عالي قوي. 145 كل ده. المايكات هي 145. ورينا اللايك ده برضه 145. حاجه زي كده برضه 145. الوان كتير، الوانه متاحه. اه، بصوا الجمال ده 145 جنيه. زي شكلها تحفه. الفلاتات دي برضه 145 جنيه. 145 بالوانه. وفي الساده اللي بيحب الساده وشغل الساده. اه، الناس اللي بتحب الساده. بصوا يا دوبك بس اللمسه ورا كده. وفي منها 145. في منها الابيض. حلو قوي. والناس اللي بتحب الابيض خالص 145 برضه حلو قوي. تسلم ايدك يا عبد الرحمن. حلوة جدا. معانا ده برضو نفس العرض 145؟ ده 110. ده ب 110. اه، حاجة زي كده ب 110. حلو قوي. بألوانها برضو 110. تمام. تحت ده كله 110. وده برضو 110؟ كل ده 110. ده برضو هيبقى ب 110. حلو قوي. كل ده ب 110. تمام. وفي حاجة زي كده برضو هي 145 جنيه. حاجة زي كده برضو هتبقى 145 جنيه. ده السادة. اه، تمام. ألوانه كل ده 145. 145 جنيه. وفي ابيض في الرصاص برضه اهوت. الابيض في الجري برضه 145. تسلم ايدك. وفي حاجه زي كده ب 135 جنيه. حاجه زي كده ورينا كده يا عبد الرحمن. ده يبقى ب 135؟ 135. 135 جنيه. برضه ده اهو. حلو قوي. اتفضل ده يا عبد الرحمن ورينا التاني. ده برضه نفس السعر؟ اه، 135. كل ده 135. حلو قوي. اتفضل يا عبد الرحمن. والعرض ان شاء الله اللي ما فيش منه الاستوكات اللي نزل سعرها ب 135 جنيه. دي استوكات. استوكات. ده فيتنامي؟ طب ورينا طيب. فيتنامي. ورينا من وري المتابعين. بصوا معانا ثانيه واحده، ميد ان فيتنام اهو يا جماعه. تمام. اه، دي ستوكات فيتنامي عامله كام؟ كنا بينزل ب 200 جنيه ودلوقتي النهارده ب 135 جنيه. 135 ستوكات فيتنامي. ستوكات فيتنامي بالواناته طبعا. بصوا ستوكات فيتنامي ب 135 بدل 200. بالوانات. حلو قوي. الوانات ده كان بينزل لنا اغلى من كده، كان بينزل ب 200 جنيه، النهارده بقى بينزل ب 135 جنيه. ده ب 135 ستوكات فيتنامي بدل 200 جنيه. اه، تمام. وفي الحاجات دي برضه 135 جنيه. كل ده ب 135. تمام. حاجات زي كده عامله كام؟ ورينا كده يا عبد الرحمن. نيو بالانس. نيو بالانس عامل كام؟ 145 جنيه. الواناته طبعا برضه. بالوانات 145. اسود وابيض. والاسود بتاعه حلو قوي قوي. تمام، تسلم ايدك. اتفضل يا عبد الرحمن. حاجات زي كده 125 جنيه. ورينا كده. حاجات زي كده الحاجات البناتي بقى دي.
عامله 125 125 جنيه 125 جنيه مقاسات كلها لحد 41 من 37 ل 41 41 ب 125 125 بالوانه برضو الوانه كلها متاحه تمام وفي الحاجات دي برضو كلها ب 125 جنيه الجمال ده عامل كام ده كل ده سعر القطاع الجمله ليها سعر تاني الجمله والكميات هيكون ليها اسعار خاصه لا اسعار خاصه طبعا ده عامل كام قلنا سعر القطاع 125 جنيه 125 جنيه والله شكله تحفه وموجود منه الاسود بتاعه كمان اهو وفي رصاص كمان 125 جنيه الاسود بتاعه وادي الجري بتاعه كمان 125 كل ده وفي تمام وفي حاجه زي كده فيتنام هي بتعمل 125 جنيه ده فيتنامي بصوا كده معايا فيتنامي ورينا البادج بتاعه اهو فيتنامي اهو عامل كام الفيتنامي 125 جنيه ده هيبقى ب 125 جنيه فيتنامي الوانات في منه الموف وفي الروز خد سكرينات بقى 125 جنيه فيتنامي الوانه كلها متاحه اجي اللون الثاني بتاعه 125 جنيه سكات فيتنامي تمام في ايه ثاني معانا كل ده 125 جنيه وده برده حاجات بقى ينفع رياضي ونوادي جيم كل حاجه بناتي هيبقى بخمسه بكام ده 125 جنيه 125 عايز اقول لكم مفيش خالص حلو قوي قوي حلو جدا 125 جنيه شكله تحفه تسلم ايدك في ايه تاني معانا يا عبد الرحمن في الحاجات دي برده الشرابات اهيت الشراب انا عايز اقول لكم ما نجيبش كل حاجه في المكان عشان وقت الفيديو بس عامل كام الشراب 125 جنيه في ده ب 125 البنص ب 110 ده هيبقى ب 110 وده 125 جنيه تمام 125 في طبعا موديلات بقى كتير في الاضاءه وده 110 برده ولا 125 جنيه ده 125 وفي ده وفي ده موديلات كتير قوي مش شراب وفي الاضاءه وده عامل كام ده ده 125 جنيه حلو قوي ده طبعا برضو ده هيبقى ب 125 جنيه والله شكله شياكه قوي على الشرابات الساده استنى بس ما نشوف الشياكه دي ده هيبقى ب 125 والله شكله تحفه قوي 125 جنيه تمام الوانه كلها متاحه ومعانا ايه تاني وفي بقى الساده بقى اللي بيحب الساده الشراب الساده الناس اللي بتحب السيمبل قوي تمام كل موجود تمام كل الساده موجود عامل كام ب 125 جنيه 125 مقاسات كلها لحد 41 زي ما انت شايفه برضو حاجه مشاي شغل برضو اهو حلو قوي تسلم ايدك غسيل ولبس تمام تسلم ايدك يا عبد الرحمن في ايه معانا تاني نكمل معاكم ايه الجديد ده ايه الشغل الجديد ده ستوكات بس عايز اقول لكم حاجه خطيره خفيفه انا مش شايله حاجه خالص والله تحفه حلو قوي برده اهو شكله خطير جدا يبان معاكم بصوا على سيريال كل حاجه بصوا بالسيريال بتاعها ثواني يا عبد الرحمن اهو حلو قوي شايفين تمام فيتنام يا جماعه بالسيريال بتاعه تمام قلنا عامل كام الفيتنامي ده بيعمل 200 جنيه ده يبقى ب 200 جنيه طبعا في منه برده الفيتنامي ده هيبقى ب 200 جنيه حلو قوي تمام في منه برده الوان في الاديداس كل ده ب 200 ها كل ده ب 200 جنيه والوانات برده في الوانه كلها متاحه في ابيض منه تمام في ايه معانا تاني الحاجات دي ب 85 جنيه دي حريمي مثلا 37 ل 41 ده هيبقى ب 85 جنيه 85 جنيه الشياكه دي ب 85 جنيه 85 جنيه حلو قوي قوي كل ده ب 85 وده برده بصوا الجمال ده 85 جنيه الفلاتات اهي الجمال ده 85 يا حبايبي هنشوف معانا الفلاتات الفلاتات دي هتبقى ب 85 جنيه خفيفه قوي 85 جنيه الشياكه اتفضل بيها يا عبد الرحمن حاجه زي كده برده هتبقى ب 85 جنيه والله الشياكه طبعا في منه مقاسات وده برده 85 85 جنيه ده نفس لون تاني منه ده 85 جنيه حلو قوي قوي ده تاخدوه ب 85 جنيه شكله تحفه 85 جنيه الشياكه دي كل ده عرض ال 85 جنيه وهنوريكم الحاجات برده اللي قلنا عليها 55 برده موجود كل حاجه يعني تمام ده عامل كام ده؟ ده بيعمل 85 جنيه ده برضه هيبقى 85؟ اه كوتشي زي ده 85 جنيه يا بلاش بجد شياكه قوي قوي بجد حلو قوي تسلم ايدك ده كده هي ده اولادي بقى ده الاولاد ده اولادي اهو عامل كام سعر الاولاد؟ ده حاجات اولادي من 65 جنيه لحد 100 بص احنا هنوريكم بعض العينات عشان احنا لسه ما جبناش ربع اللي في المكان وده الوقت الفيديو قرب يخلص يعني احنا لسه بادئين حاجه زي كده عامله كام 110 110 نزل سعره كان اغلى من كده اصلا كان اغلى من كده بقى بدرجات الوان وانا اللي يجي بتيجي عليه على فكره حاجه زي كده برده عامله كام ده بيعمل 110 كل الموديلات الوانات كل الموديلات كل موديل معاه الوان وتمام وده ده بيعمل 110 بس 110 برده ايه الشياكه دي كل حاجه موجوده هنا بصوا انا همشي معاكم 145 جنيه ده هيبقى ب 145 جنيه زي ما انتم شايفين كده 145 دي حاجه زي كده الفلاتات هي اللي مقلبه دور على الفلاتات فلاتات اولادي طبعا الشياكه دي عامله كام دي ده بيعمل 125 125 فلاتات اولادي هي عامله كام 125 جنيه 125 برضو الشياكه دي وحرف الاتش ده عامل كام اتش سبورت ده ده ب 110 تمام شكله تحفه حاجه زي كده 85 جنيه حاجه زي كده 85 وده 85 جنيه كل ده السبايدر ده 85 جنيه كان اغلى من كده اصلا شكله تحفه وحاجه زي كده برضو 85 جنيه بصوا حاجه زي كده برضو 85 جنيه انا بوريكم اللي بيجي قدامي بس حاجه زي كده برضو 85 جنيه حاجات شياكه تنفع مدارس قوي 85 جنيه بصوا 85 جنيه كل اللي انت شايفينه ده اولاد المدارس برضو هي الحاجات اللي هي شرابات المدارس عامله كام 85 جنيه 85 جنيه برضو اسود وكحل تسلم ايدك عايزين نكمل معاكم بقى انا عايز اقول لكم عرض الاطفالي والحريمي كتير جدا ما شاء الله اللهم بارك كل الاستاندات دي
حريمي واطفالي بس عشان وقت الفيديو. ان شاء الله العرض برضو بينزل على طول. هنكمل معاكم بقى نشوف معانا الحريمي ونشوف معانا رجالي والمقاسات الخاصه. عندكم مقاسات خاصه برضو صح؟ خاصه لحد 48. فين طيب موديلات المقاسات الخاصه؟ بصي في الحاجات دي، دي اللي هي الاستوكات، في اللي هي الاستوكات دي مقاسات منها لحد الخاصه عامله كام دي؟ 200 جنيه ب 200 جنيه ب 200 جنيه يعني في هنا مقاسات خاصه ب 200 جنيه استوكات تمام. عايزين نشوف معانا بقى عرض الرجالي بدا اسعاره من كام معانا؟ الرجالي هتعمل من اول 85 جنيه. فين 85 جنيه يا عبد الرحمن؟ الحاجات دي ب 85 جنيه. هات لنا منها كده نشوفها. 85 جنيه. حاجه زي كده فاشون زي كده هتبقى 85 جنيه. 85 جنيه. اتفضل كده. مش معرضين. حاجه زي كده برضو هتبقى ب 85 جنيه. لسه في موديلات. في موديلات تانية 85 برضو. كتير مش معروضة. في موديلات 85 كتير تمام. في معانا تانية رجالي حاجة زي كده عاملة كام؟ 25 جنيه. ده 125 جنيه. أنا اللي عيني بتيجي عليه. أنا عايز أقول لكم. وفي الشراب ده عملنا على عرض 110. بصوا 125 جنيه. 25. والشراب ده قلنا بكام؟ 110. اللي هو ده ده ب 110. الشراب ده ب 110. في فلاتات برضه هي دي الفلاتات اللي هي الابيضات 125 جنيه. دي عرض برضه؟ 125 جنيه الفلاته دي. في منها اشكال. واللي زي الهبوط دي عامله كام؟ دي ده في 165 وفي ده ب 165. في 155 موديل ده. في موديل تاني؟ 155. ده هيبقى ب 155. اللي هو الجوردن. الهاف الجوردن تمام حلو قوي. في منه الهاف وفي منه برضه النص اهوت. في منه نص هاف. ده بيتنام اهوت. ده بيتنامي بصوا يا جماعه هقرب لكم برضه تشوفوه. اهو ده بيتنامي تمام عامل كام قلنا؟ ده بيعمل 200 جنيه. ده بيبقى ب 200 جنيه؟ ده اللي هو الستوك. ده ستوكات ب 200 جنيه تمام. جوردن ده وده عامل كام الجديد ده؟ نايك زوم. نايك زوم ب 200 جنيه. كل دي ستوكات يا جماعه. 200 جنيه. بصي بصي الحاجات دي ب 200 جنيه. الحاجات دي هتبقى ب 200 جنيه برضه تمام. طبعا شايف الوانه متاحه. الوانتها. كل درجات الوانه موجوده. وفي منها اللون ده الابيض. الشياكه دي. ورينا الجمال ده. عامل كام ده؟ ب 200 جنيه بس. ده ب 200 جنيه ستوكات. 200 جنيه. ستوكات ب 200 جنيه. جنيه. والله الشياكه حلو قوي تسلم ايدك. عايز اقول لكم في موديلات كتير جدا موجوده هنا رجالي حاجه زي كده برضو عامله كام؟ 125 جنيه. 125 جنيه انا اللي عيني بتيجي عليها على فكره. سكتشرات اهيت. سكتشرات دي ستوكات بصوا بصوا الجمال. سكتشر ب 220 جنيه. ده هيبقى ب 220 جنيه. بقى له طبعا فين عايز اقول لكم خفيف قوي ده يا عبد الرحمن. لا سكتشر مفيش حاجه خالص حاجه زي كده برضو عامل كام؟ 155 جنيه. كل ده بقى كل ده 155 جنيه. ده 155 محبي الحاجات اللي هي بنصات حاجات اللي هي اللبس السريع حاجات زي كده. حاجات زي كده. وبرضه في الوانات 155 برضه. 155 جنيه. 155 الوانه متاحه. اسود ورصاص وكحلي. بصوا حاجه زي كده برضه 155. وفي البنص ده ب 155 جنيه الساده. بصوا البنص ده برضه تمام. كحلي واسود وابيض ورصاصي. 155 تسلم ايدك يا عبد الرحمن. وفي الفلاتات طبعا اللي عندك دي اهي. وده عامل كام ده؟ ب 155 جنيه. 155 برضه. حلو قوي الشيك انا بجيب لكم والله اللي دي بتيجي عليه. دي اهيت فلاتات. انا عايزه اوريكم بصوا ما شاء الله كميه موديلات قد ايه بس عشان وقت الفيديو ما يطولش واقدر اجيب لكم موديلات كتير. كده هيت ب 175 جنيه مقاسات خاصه. ده مقاسات خاصه؟ مقاس خاص ب 175 مقاس خاص. تمام تسلم ايدك. عايز اقول لكم الموديلات هنا ما شاء الله والسبورت بقى والرياضي. والرياضي ان شاء الله كل ده بيعمل 175 جنيه. اي حاجه ب 175. كل ده فيتنامي مش كل ده فيتنامي. شايفه ده فيتنامي. تمام هو مش باين قوي بس ايه انا هقرب لكم برضه ازوم لكم عليها تشوفوا اهو. فيتنامي يا جماعه تمام. ده فيتنامي قلنا بكام؟ فيتنامي ب 175 جنيه. اي موديل رياضي ب 175؟ 175 جنيه. 175 جنيه. حلو قوي قوي. الصرزو في الخماسي. كل الموديلات موجوده هنا. وفي الشراب برضه هو اللي ما بحبش الشراب شايفين؟ ايطالي. الشراب. ده ايطالي. ده كده ده ايطالي. ايطالي. مش تمام. بصوا ما فيش خالص. ده ب 175 برضه. زي ما كان بصوا شراب من فوق كده 175. 175. كل موديلات الرياضي زي ما انتم شايفين اهي موجوده. كل ده 175. تمام. وجميع الالوان برضه طبعا ان شاء الله. عايزين نعرف بقى العرض ابو 55 اللي قلنا عليه. حاجات العرض طبعا اللي بره. تعالوا موريكم العروض اللي بره دي معانا حاجات زي كده 55 جنيه. ده هيبقى بصوا 55 جنيه. الحاجات دي عروض وبواقي بيبقى فيها منها قطع صح؟ قطع قطع. الحاجات دي قطع. حاجه زي كده برده هتبقى 55 جنيه. شايفه ده ب 55 جنيه مستوره. ده برده هيبقى ب 55 جنيه. حاجات زي كده هي بصي شايفه 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 بيلفها لكم اصلا. بقول ب 55 جنيه. ده برده هتبقى ب 55. حاجه مش مصري ولا شعبي ولا كده هترجع زي ما كانت كده. بصوا الشياكه دي هتبقى 55 جنيه. ده عرض ب 55. كل ده ب 55 جنيه. بص الشياكه حاجه زي كده 55 جنيه. الهاف دي ده الهاف. ده الهاف ده بناتي حلو قوي. عدلوا من هنا يبان معانا. ممكن يتفرد بوت كامل وممكن يبقى هاف. ممكن يبقى هاف. تمام نص بيتفرد زي ما انتم شايفين كده. ده برده 55 جنيه. طبعا الجمهور برده له سعر ثاني. تمام واللي ورانا ده عامل كام طيب؟ انا جوردن اهو لاولادي 55 جنيه فيتنامي. ده جوردن فيتنامي. فيتنامي بصوا ده فيتنامي اهو.
ده قلنا عامل كام؟ 55 جنيه. 55 جنيه ورينا الاسعار النهارده ولا بتنامي ب 55 جنيه. طب اللي ورانا العرض ده عامل كام يا عبد الرحمن؟ بتنامي استوكات ب 125 جنيه. 125 جنيه استوكات بتنامي. ورينا كده كل ده بتنامي. بص يا حبايبي تمام كل ده ب 125 جنيه. ورينا يا عبد الرحمن بصوا ده بتنامي ب 125 جنيه العرض ده كله 125 قضيضه اهو 125 جنيه على السيريا تمام السيريا بتاعتها وكل حاجه موجودين تمام دي برده 105 وكام 125 جنيه كل ده بصوا انا عايز اقول لكم والله خفيف جدا جدا ده اخف كوتشي شلته ده 125 جنيه دي ب 65 جنيه دي بكام 65 جنيه دي هتبقى ب 65 جنيه الكوتشي دي تمام فين العرض 65 الثاني 65 جنيه كل ده ب 65 جنيه حاجه زي كده 65 جنيه بصوا الجمال ده دي هتبقى ب 65 جنيه والله شكله شيك قوي قوي بصوا حاجات زي كده برده 65 كل ده سيل وعروض والكميه ان شاء الله موجود كميات من الحاجات 65 جنيه برده 65 جنيه الجمال ده ودي 65 65 جنيه كل ده دي ب 65 جنيه والله العظيم مقاسه حلو وشكله حلو جدا 65 جنيه الجمال وكل مقالب هتلاقي كنوز وجواهر بصوا حاجه زي كده 65 جنيه ب 65 جنيه لكلوكه الجمال ده مستورد 65 جنيه بصوا 65 جنيه مستورد 65 جنيه نيو بالانس برده ب 65 جنيه كل ده 65 جنيه تسلم ايدك يا عبد الرحمن على كل الحاجات الحلوه دي ده برده هيبقى ب 65 جنيه والله شكله حلو قوي قوي كل مقالب هتلاقي جواهر اكتر تمام بصوا المكان مليان بصوا الكرتونه دي كنز جوه يعني هتلاقوا فيها بصوا الشياكه بصوا الجمال ده 65 جنيه 65 جنيه طبعا في برده منور كده 65 تحفه بنص اهو ده بنص بصوا الجمال ده 65 جنيه 65 جنيه بنص برده 65 تعبتك معايا يا عبد الرحمن انا عايزه اقول لكم المكان هنا فيه كل ما تتخيلوه من الكوتشيات موجوده وشباب شباب جلد طبيعي موجوده في شغل البراندات والاستوكات اسعار عامله كام دي برده يا عبد ده بيها 250 جنيه 250 الحاجات دي استوكات الحاجات دي استوكات واخد انا منها بقى الحاجات دي بصوا 250 جنيه لازم انت تاخد احسن حاجه طبعا يا عبد الرحمن بصوا حاجه زي كده برده احنا بنبيعها فعلا باقل من نص ثمنها حلو جدا 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 ورينا قلنا ده عرض 250 250 جنيه انجليزي انجليزي نيو بالانس انجليزي تمام استنى كده ما نزوم لهم عليها يتباين عليكم السلام تمام تسلم ايدك 250 جنيه كل ده يبقى ب 250 اهو نيو بالانس اندونيسي اندونيسي برضه هنزوم لكم الباينه معانا كل ده اندونيسي اهو يا جماعه ثواني يا عبد الرحمن بس تمام اندونيسي تمام تعبتك معايا يا عبد الرحمن انا عايز اقول لكم ما جبناش 10% من الموديلات الموجوده هنا في المكان العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور لكم هينزل حالا بعد ما اخلص فيديو وهسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق مثبت ورقم للتواصل طول عرض الفيديو بس قبل ما اخلص بقى الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله هنيجي العنوان بقى وازاي نوصل مول البربري احنا واقفين فين هتنزلوا محطه مترو العتبه احنا واقفين قدام سنترال العتبه واللي عملت عليه زوم ده جراج العتبه ده السنترال على طول بصوا زي ما انتم شايفين كده الشارع ده اللي بنخرج منه من محطة المترو شارع علي الكسار يعني هتخرجوا من محطة مترو العتبة اتجاه شارع علي الكسار هتخرجوا على طول من هنا هتلاقوا على طول مول صدناوي في وشكوا وهتلاقوا كمان على يمينكوا ده سنترال العتبة هنلف كده ندي ظهرنا على طول للسنترال هنلاقي رويعي في وشنا وكمان مول صدناوي بصوا كده ده مول صدناوي عملت لكم عليه زوم ده العنوان اللي هيوصلكم المول البربري ناس كتير قالت مش عارفين نروح يا ام مكه وصوره لنا من بره انا صورته لكم دلوقتي هندخل في الشارع ده اسمه شارع الرويعي وكمان ده الشارع الخلفي لمول صدناوي هنفضل مكملين فيه زي ما انتم شايفين كده بصوا ده الباب الخلفي على شمالنا لمول صدناوي هنكمل فيه زي ما انتم شايفين كده هيقابلنا كمان الشركه بتاعه العربي للمعادن الحديثه شركه العربي للمعادن الحديثه اللي هي دي بصوا العربي للمعادن الحديثه هنكمل بعدها كمان دي هتبقى على يمنا ما عملت لكم زوم بس على علامات مميزه موجوده في الشارع هنكمل تاني بعد العربي للمعادن الحديثه زي ما انتم شايفين كده بصوا لسه شركه العربي هنفضل لحد اخر شركه العربي للمعادن وهنيجي هنا بقى يبقى فيه تقاطع احنا هنحوت شمال على طول يبقى يمين وشمال معانا احنا هنحوت شمال هنلاقي مول البربري ده مول البربري اللي عملنا منه الجوله النهارده هنطلع معاكم للدور التاني علوي الدور التاني علوي ده فيه مكاتب كتير صورنا منه بصوا زي ما انتم شايفين كده كده كنا طلعنا الدور التاني قصرت عليكم السلم يعني هنلاقي مكتب التيسير كمان للكوتشي عملنا لكم منه جوله حلوه جدا ده اللي عملنا منه الفيديو النهارده يا رب يكون الجوله عجبتكم ما اكونش طولت عليكم ما تنسوش في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.